ما بعرفش اقول لكم، انا هلا مقهوره. حلقه اليوم ابدا مش طبيعيه، حلقه اليوم كتير جديده كتير مختلفه، حلقه اليوم رح تكون نار، حلقه اليوم هي جرأه تايم، حلقه اليوم هي فلسفه. جهزوا القهوه، جهزوا الاكل تبعكم، ارسلوا لي صوركم وانتوا عم تحضروني مع الاكل تبعكم او القهوه او الشاي او تبع على الانستغرام تبعي. هون اسم حسابي على الانستغرام، كمان بخليكم منك تحت في الديسكربشن بوكس، واللي رح يسوي لي منشن على ستوري تبعه انا رح شارك حسابه عندي على الانستغرام في ستوريز. ويا هلا يلا نبلش. هلا امينغوس، هلو بي، مين اشتقلي؟ مين اللي مش انا؟ كل هالشي ما بيهمني لانه انا كتير اشتقت لكم. الله وكيلكم، هاللوك هاد اخذ مني قرابة ساعة. فلهيك قولوا لي ميرا اشتقلالك، ميرا بنحبك، ميرا بتجنني، فينكم من زمان على الدنيا هاد؟ ليش ما عاد تحبوني؟ شو صاير؟ عرفتوا غيري او شو؟ انا زي العادة قهوتي دايما موجودة، وهي ثالث حلقة وانا بعتبرها من اقوى حلقات سلسلة المراهقات، لاني رح احكي فيها على تعريف العذرية او وهم العذرية في المجتمعات العربية خاصة وفي العالم اجمع بصفة عامة. فكرة هالفيديو هي الهام من بنت كتبت لي تعليق عندي على قناتي على اليوتيوب، ورح اقرأ لكم هالتعليق عشان هو اللي رح نبلش فيه الفكرة. اني فكرتي ليست عن الزنا وليست عن غشاء البكرة، فكرتي على العذرية وتأثيرها النفسي في كل بنت، لانه هالموضوع هذا ما حدا يحكي فيه ولازم العالم تصير تحكي فيه، لانه عم يدمر حياة ملايين البنات حول العالم. انا اسمي اميرة، اذا كنتوا اول مرة بتشوفوني فيها، اذا كنت جديد في القناة شو ناطر انك تشترك في القناة؟ اشترك بضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، وحط بيج لايك لهالفيديو. وبدي اياكم تنشروا السلسلة في كل مكان مع كل رفقاتكم البنات، عند بنت عمك، بنت خالك، رفيقتك في المدرسة، رفيقتك في الجامعة، رفيقتك في الثانوية، ارسلي لها هالفيديو هذا لانه كثير مهم بالنسبة لها. اختي العزيزة وش نقول لك؟ نتفرج فيك ونبكي، انا حرموني من حلمي، انا جبت الباك يعني اخذت البكالوريا اللي هي الثانوية العامة، نجحت في الثانوية العامة ودرت بيولوجي، وكنت ناوية نكمل الاخر تتحصل على امتياز مشان انه يرسلوها انها هي تدرس البرة، مشان انه تدرس البرة علوم دقيقة في معهد باريس. كان للأسف انه امها وابوها عقليتهم لسه عقلية قديمة تبعنا الزمان، وبيفكروا انه الجامعة فيها بس الاشياء المنيحة، فبعد ما نجحت بكالوريا ما خلوها انها هي تسجل في الجامعة او تكمل دراستها الجامعية في بلدها، وقالوا لها تقعدي في البيت وتتزوجي. فعم تقلي انه ضاع كل شيء، ضاع حلمي، ضاع تعبي، وضاع كل جهدي وكل الطموحات اللي انا رسمتها. يوم كامل وانا ندقدق في الحيوط ونبكي، ما لقيت وش ندير، عاونيني اختي حتى بالدعم المعنوي، لاني راح جن كل ما تفكر دراستي اللي راحت مني وتعبي اللي راح. لما قريت الرسالة انقهرت قهر، انه في 2019 يا ناس، في 2019 ولسه هالعقلية هاي نعاني منها. ومن هون راح تجي فكرة مسمى العذرية. من فين راح بلش احكي لأحكي؟ لانه انا حاليا قلبي مليان. ليش بالله اهلها حرموها انها تكمل دراسة؟ لانهم بد بيحافظوا على بنتهم عذراء. ييه عذراء ييه. قديش مسمى هالعذرية هذا قمع المرأة وعذبها ودمرها ودمر كل احلامها وكيانها، وجعل منها من كيان كامل له عقل وتفكير ومشاعر واحاسيس الى مجرد عضو تناسلي صغير. هي لخصت كلها، تخيلوا كيان كامل، انسان كامل يختزل في عضو تناسلي من اول ما تولدنا الى نهايه حياتنا، واحنا عايشين حاله هلع ورعب، رعب من فكره انك ممكن تنامي فجاه وتصحي وهالمسمى بالعذرية هذا يروح بأي طريقة كان. ما تركب الدراجة، لا تقفزي، لا تلعبي رياضة، لا تفوتي في نادي رياضي مختلط بالشباب، لا تكون عندك رفقاتك شباب، لا تتنفسي، لا تفكري. What the F. عفكة بسألكم، انتم فاكرين بس انه مجتمعنا العربي المسكين الكتكوت انه بس هو اللي هالفكرة هي مترسخة فيه؟ عفكة هي الفكرة متواجدة في كل العالم وفي مختلف الثقافات وفي مختلف المجتمعات وفي مختلف الديانات شو ما كانت تكون. انا مشكلتي مو هون، انا مشكلتي ابدا مو هون، انا فكرتي انه هالفكرة اللي ترسخت فينا عم بتدمر علاقات، عم بتدمر كيان انسانة، عم يتدمر احلام. زي ما هالبنت، شو ذنبها هاي البنت؟ إلها طموحات،
زينا كلياتنا بنحلم انه يكون عنا شغل منيح، بنحلم بدراسة منيحة، بنحلم ببلد منيح، بنحلم بعيش كريم، بنحلم انه يكون عنا سيارة، بنحلم انه نكون سعداء. كيف نكون سعداء؟ نكون سعداء عن طريق الشيء اللي احنا نحبه، نسوي الاشياء اللي احنا نحبها. ففجأة هي بتلاقي انه الشيء اللي بتحبه خلاص راح منها فقط، ليش؟ مشان المسمى العذرية، وما تنحق لك انك تدرسي عشان انك انت بنت، وعلشان انت اختزلتي في شيء معين فقط. قديش من بنات عباقرة اذكياء، وقديش من بنات كان عندهم طموح عالي، فجأة بين يوم وضحى ولا شيء، تبخر. بعرف واحدة قريبة مني اجتها وظيفة احلامها، وكانت في احدى دول الخليج، ولانه عائلتها بيفكروا بنفس التفكير اللي احنا حكينا عليه، حرموها من تحقيق حلمها، ما تركوها لا تسافري، لا تخلطي بالعالم، لا تتنفسي، لا تتكلمي، لا تسمعي، لا تعيشي، موتي. باختصار هي هيك، موتي. هاي من فكرة، اوكي. نيجي هلا لجانب تاني اللي هو جانب المطلقة، المرأة المطلقة في المجتمع العربي. كلنا بنعرف شو نظرة المرأة المطلقة، لا تعامل المطلقة كإنسانة، يعني بنت العزباء تاخذ لك احسن شاب بوظيفة منيحة وتتا، بينما البنت اللي بتكون مطلقة عادي جدا انه اصلا انت مطلقة، ما في عذرية يا ماما لك، مطلقة. لك مين انت حتى؟ عادي جدا انه تتزوج حدا مطلق 10,000 مرة، عادي جدا انه تتزوج حدا عنده قبيلة من الاطفال ما شاء الله وهي اللي تربيهم، عادي جدا انها تتزوج حدا عمره ما بعرفش 100 سنة، ساق في الحياة وساق في القبر، بمسمى انها مطلقة. برافو مجتمع. وكمان نستثني فكرة البنت اللي بتحب شاب وتكونوا الاثنين في علاقة كتير بيرفكت، وفقط انها هي طلعت معاه او صار ما بينهم اي شيء ممكن يصير في نظره، هو تركب له الفكرة، يركب له هيك الوسواس القهري، لانه المجتمع بيقول اي بنت بتسوي هيك هي بنت تاتاتي تاتاتات، فهو بيصير يوسوس اكيد مدام سوتها مع غيري، اكيد هي مدام وصل بها انها تسوي هالشيء، برغم انه هو كان ميت فيها، كان بيركض وراها، كان عم يرسلها رسائل على الفيسبوك ما بترد عليه، فجأة لأنها فقط في هذيك اللحظة حبته، صار ما بينهم شو ما صير إنها قليلة شرف، بصير منها مربايا وخلاص يتركها، هي أكيد سوت هيك مع غيري، أكيد سوت مع كثير. وهالشي ناتج من ضغط المجتمع، إنه بنت تسوي هيك هي هيك، خلاص صار عندها كلاسمون في كاتيجوري معين. وأكيد هاي فكرة مغلطة وغالطة جدا وأبدا منها. أكيد في كتير منكم أو على الأقل حدا فيكم سمع بشي بعض الحالات وقت الزواج ما في دليل، الدليل المعتاد خلينا نقول ما يظهر فيها الدليل المعتاد الذي تعود المجتمع عليه، وإله طقوس زمان، زمان كان في شيء الأبيض هداك القماش ويطلع الناس بزغرته وبيسووا فيلم أمي مسافرة وحعمل حفلة، لا علينا في هذا الموضوع. فلما ما يكون هالدليل هذا المعتاد عليه المجتمع، تتهم البنت بأنها غير عذراء بينما هي في الواقع عذراء. نحن شعوب غير مثقفة بالمرة بالمرة في هالموضوع هذا تحديدا، لأنه هو موضوع زي ما حكينا تابو، فلهيك لازم العالم تصير تحكي فيه عشان الناس توعى وتثقف. فتتهم مسكينة البنت هديك بأنها بنت غير عذراء، تدمر عوائل، وكتير حالات قتل تحت مسمى الشرف. وهالموضوع هذا كتير ينرفز وما بحب كتير افوت في تفاصيل، فقط لانه الناس ما بتعرف انه في انواع مختلفة للغشاء البكرة، زي ما في كتير جنسيات في العالم، في الجنسية الفلانية والفلانية والفلانية، نفس الشيء بالنسبة للغشاء، في كتير انواع للغشاء، واشهرهم النوع المطاطي اللي هاد اللي هالنوع هاد من الغشاء اللي ما بتظهر فيه العلامات المعتادة. وبدون ما نحكي كمان على فكرة انه بعض ما بيعرفوا انه الغشاء او خشن غشاء البكرة، كل ما تكبر بنت كل ما خشن الغشاء يتقلص شوي، غير عن انه في بنات بتولد وما بيكون عندهم غشاء بكرة، سبحان الله، الله خلقهم هيك. هل بتعرفوا انه في بنات بيعيشوا رعب ليلة النهار المساء صباحا ويوم الاحد، عايشين مع هاجز هل انا عذراء؟ هي مسكينة ما سوت ولا شيء في حياتها، لكن هي عارفة حالها انها عذراء، هي ما سوت ولا شيء بيخص هالشيء اللي يثبت انها ممكن تكون غير عذراء، هي ما سوته، مسكينة هي بريئة، لكن بتعيش مع هالهاجس هاد، مع هالرعب هاد، الرجل نفسه بيعيش مع الرعب هاد، وهالشي هو اللي يخلي البنت لك ميتة رعب في فترة الزواج تبعها، رح تكون ميتة رعب. ليش؟
ليش لبنت زي هي ناجحة في حياتها وناجحة في دراستها وحط دم قلبها؟ يا عمي طموحها، يا عمي طموحها انها هي تدرس البرة، يا عمي ممكن هي البنت تكون عالمة في المستقبل، هي ممكن تكون طيارة، هي ممكن تكون دكتورة، هي ممكن تكون أستاذة، هي ممكن تكون معلمة، هي ممكن تكون مهندسة. ليش بنسوي هيك في بناتنا؟ المرأة نصف المجتمع غصبا عن الجميع، إذا ما كانت هي المجتمع كله، هي اللي تربي، هي اللي تكون، هي اللي تضحي، هي البنت، هي الأم، هي الأخت. المرأة هي كل شيء جميل، الجمال تسمى على اسمها، هي الحضن اللي نلتجئ له، هي الدفء، هي الحنان، هي الطيبة، هي القوة، هي السند. طلعي فيا وركزي معي، انتي منك عضو تناسلي، انتي كيان، انتي جمال، انتي قدوة، انتي أم، انتي حياة، انتي تضحية، انتي وفاء، انتي انسانيه، انتي سند، انتي دعم، انتي طموح، انتي هدف، انتي اجمل شي خلقه رب العالمين، وما حدا يقدر يسلبك حقك في الحياه. اثبتي حالك، محتاجين لك كتير في هالمجتمع. اشتغلي، ادرسي، سافري، ارفعي راسك لفوق وخلي اهلك فخورين. اغلطي، تعلمي، سامحي، اغفري، ابتسمي، عيشي، كل هالاشياء من حقك وما في حدا يقدر يسلبك حقك، لانه الحريه لا تطلب، الحريه تنتزع. إذا أهلك كانوا في يوم ضدك، تقربي منهم، احتويهم، افهميهم، علميهم، أصبري عليهم، فهميهم. مو كل الأهالي متفهمين، لكن كلياتنا بنعرف إنه كل الأهالي سند. وهيك يا بكون وصلني نهاية الفيديو، بتمنى إنه الفكرة تبعي وصلت عن جد زي ما أنا كنت حابة توصل. بتمنى ما تفهموا كلامي هاد غلط، بتمنى إنه كلامي لا يؤول. طبعا 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 أنا لا أحرض أي بنت انها تقوم بعمل لا اخلاق، هذا ابدا منه موضوع الفيديو. بديكم تنزلوا هلا في التعليقات وتكتبوا لي ارائكم، درشوا معي، تحكوا لي شو رايكم في الموضوع، شو هي نصيحتكم للبنت اللي سمعتوا قصتها، شو ممكن تسوي بما انه احدى حقوقها كانسانه سلب منها تحت اي مسمى كان. بتمنى ان هي تكون تقرا هالتعليقات، بتمنى انكم تشجعوها، بتمنى انكم تواسوها، بتمنى انكم تصبروها، واتمنى انه انا يجي يوم يكون عندي نفوذ، هالنفوذ هذا فيني انقذ فيه حياه كثير بنات في المجتمع العربي. وهلا بقلكم دير بالك مع حالكم، احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوب، سلامه.